الخشخش بالاناناس رح تحتاجوا لشعريه باكستانيه، 25 جرام من الزبده، 300 جرام بسكوت، كوب حليب سائل لتغميس البسكوت شفتوا، وعلبتين قشطه من حليب سائل، نص كوب او نص باكيت جبنه كريميه، مغلف كريمه بودره، ونص كوب حليب محلى مركز من لونا، واثنين مغلف اشياء. لحظه شوي رجعي دي لنا اياهم. طب يلا هلا لا هيهم رجعوا لهم يا عشان يلحقوا يكتبوهم. اخر شيء كنا عم نحكي اثنين مغلف كريم كراميل ونص كوب اناناس مطحون. يلا هلا نبدا بالوصفه. هلا رح ناخذ الزبده نحطها هون وانزل عليها الشعيريه. هلا الشعيريه يا اما بتكسروها بالبلندر او بتحطوها بالكيس وبتعملوا لها هيك، انا هيك بعد بكسرها، او بتفجوا قلبكم فيها بتكسروها. اوكي قبل ما نحمصها بدنا نحمصها، هي محمصه شوي بس احنا بنرجع بنحمصها شوي بالزبده وبعدين بنزلها هون على الزبده. دقيقه هيك بتشبه الكنافه هي على فكره، لاحظتي؟ ما هو كنت بدي احكي لك يعني هي الشعيريه بس هي هيك بيجي لونها الاصلي. هي لونها الاصلي، هي محمصه شوي، فهي رح نحطها هيك ونحمصها مع الزبدة. أوكي مع الزبدة عشان الزبدة بتعطيها طعمة طيبة كمان. أوكي أوكي ونبدأ نحضر بالخلطة اللي رح تنحط على وجهها. رح أحط هون في عندي رح تحطوا أي إشي بخطر على بالكم بسمن. أنا اليوم استغلت إنه من غير شر دانا مش معانا فاستفدت من الموضوع فاستفدت. فرح تنزلوا عليها الكريمة او القشطه، سوري اسف، القشطه من لونا. اوكي وراح نحط كمان عليهم الكريمه البودره. ايش بتعمل الكريمه؟ بتثبت، هي عاده بحطوها عشانها بتعطي قوام احسن وبتشبك الاشياء مع بعض، احنا بقولوا لها زي ايمالسيفاينج ايجنت يعني بتدخل الاشياء تخليهم يدخلوا مع بعض. اوكي وراح نحط فيها كريمه الكريم كراميل وراح احط عليهم اللي هم رح احط كمان فيها لك لو سمحتي عشان هول كل الاغراض، ورح احط عليهم نص باكيت جبنه كريميه كمان، ورح اخلطهم والحليب حليب المحلى المركز. يلا اوكي شايفه اي شيء بنصح تمارا يعني هون يا سلام وهي اكثر شيء رح كيفوا عليها الصغار، بس لا قولي الواحد بيقدر ياخذ منها كميه صغيره وخلص. رح اخفقهم شوي بالخفاقه عشان هيك كلياتهم يندمجوا مع بعض، بعدين رح انزل عليهم الاناناس. يلا تمام عليها هيك على الخفيف على الخفيف، بعدين رح ازود. ايها هيك صارت ممتازه. خلينا نكمل على الشعيريه نشوف كيف وضع الشعيريه. ايها هلا الشعيريه كيف التعليقات والهيك الناس عم بتفاعلوا كله عم بيتفاعل محرز كثير 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 الستاند، انا عندي اياه بالمطبخ على فكره ودائما حتى بعمل له ريفيل اللي بخلص بجيب غيره لانه كثير سهل تلاقي شيء هيك محطوط قدامك انه هاي القرفه هاي كذا دمها خفيف. طيب شوفي بما انه هلا كمان في معانا كثير عم بيتابعونا، وسام كمان يسعد صباحكم يا غاليات والضحكه الجميله والشهيه المفتوحه وكمان هون البطاطا والبطاطا اللي انا تقريبا قضيت عليها. طه كمان شكرا كثير لك ولتواصلك معنا. مريم كمان شكرا كثير لك ولتواصلك معنا. شو شايفتك بدك تحط عم بدخل على الزون تبعتك تفضلي يلا رح احط هون الاناناس. اوكي كيف صار لونها غامق من الكريم كراميل؟ من الكريم كراميل مزبوط. رح اخفقها تمارا وهلا قبل ما نطلع على الفاصل قبل ما اطلع على الفاصل هيها هيك انخفقت خفقه منيحه هلا هيك رح تعطي الطعم الزاكي. هلا قبل ما نطلع على الفاصل عشان اشتغل شوي بغياب بالفاصل رح احط البسكوت اللي عندي رح اغمسه بحليب بس حليب عادي حليب بلا سكر ولا شيء ولا اي شيء. تقدروا تحطوه بعصير اناناس بس انا حسيت مع حليب يعني هي هيك اصولها الصراحه، احنا ما بدناش كثير نغير بالوصفه فهي اصولها بسكوت مالح وبغطوه بحليب. اوكي اوكي انا ناسي البس الجلوفز مش مشكله. هلا معناته احنا بدنا نغمسهم ونرجع بعد الفاصل عشان نحط عليهم الطبقه اللي بتنحط فيها. مزبوط. طيب هلا انت عملتي لنا كل شيء حطيتيه في البلندر وخلطتيه وصار عندنا هذا المزيج صار عندنا هذا المزيج السميك. أوكي. رح انزله فوق البسكوت. اوكي هذا جد ما اخذش معنا 10 دقائق ما بتاخذ شيء الصراحه. هي اللي حلو فيها انها سريعه سريعه كثير وزاكية وطعمه الاناناس. انا حسيت الاناناس كثير عطاها طعم طيب. بتعملي هاي الاشياء لما فجاه بيجيك ضيوف هيك على السريع صح مزبوط صح.
هلا رح احط عليها الشعيريه الباكستانيه اللي انا قلبتها مع الزبده. هيك بكفي. ورح ارجع احط كمان طبقه من البسكوت اللي رح اغطه بالحليب. هلا بدي اشوف البرياني شو صار فيه. بدي افتح الطنجره. يلا افتحي. بتحب تيجي معي تشوف البرياني انمار؟ ترارارا. شكلها والريحه شكلها طيبه. يعني مش عارفه شو بدي احكي لكم. بعدين طبقات اللازانيا اللي عملتيها عجبوكي؟ يعني ريحتها كثير حلوه والشعريه كمان مميزه. والشعريه زاكيه. هلا هيك بنعملها، بنحط طبقه بسكوت وطبقه من الخليط اللي عملناه وطبقه خشخش، وهيك لحد ما نخلص كل الطبقات. ما بنحط بضمن الطبقات الاناناس؟ تقدري تحطي اناناس بلا. بس انا حطيت لاني مطحون مع هاي الخلطه. بس طبعا بصير تمارا المبتكره. ما هو بدي اسوي اشوف كيف تصيري معانا. بدي احاول اوصل. لازم تمارا نطلع حلقه تكوني انت اللي عمالك بتطبخي. انا ما عندي مشكله، بس قلت لكم انا اللي بقرر شو اطبخ. ما حد طبعا اللي طبعا لا لي. طبعا ما رح نحكي لك. بس شو اسمعي على مقادير. ايش بدهم يخلوكي تقلي مقالي؟ والله منيح مقالي. شو تقلي بيض؟ على فكره البيض بده فن. انت مو عارف قديش هي شاطره. اومليت تعمل لك بكره. تتفنن لك فيه للأومليت. والله العظيم انه كل إشي او كل شغل له فلسفته. يعني ما تقولوا لي هلا الطبخ، انا بقدر هلا اعمل لكم هاي الوصفه بخمس ثواني هيك طبق على بعض. مزبوط. بس انتم بتكتكوها هيك طلعت. احنا كثير فلسفيين صح؟ انا حطيتها بواحد طويل. قصدي سوري مربع. هاي هيك حاسه طبقات البسكوت هلا شو انتهشتي. انا عملتها قبل بليله، هي بفضل انها تنعمل قبل بخمس ساعات على الاقل. هي مش انه جاي عندك حدا فجاه يلا ها. اوكي. بدها شويه وقت بالفرن. يعني قلبك ما بوجعك لما تكوني تعبانه بالشغله وعملتيها ومزينتيها وفاردتيها على السفره تبعت الضيوف؟ ما بتنقهري لما حدا ياكل؟ لا بالعكس، ليه انقهر؟ انا بحس حالي ما بدي حدا يقرب على ولا شيء. شكلها بتكون كثير متكتكه السفره تمارا، فما بدها ولا حدا يقرب عليها. اوكي احطها هيك وننزل. هاي بسم الله الرحمن الرحيم. هيها نزلت. ابتسام على الاو. برافو. انا سمعتها. برافو. كيف شاطرة. وبحب يزقفونا كمان. شكرا 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 لكم. يلا هيها هيك ونكمل تزيينها. طبعا هلا لو بدي اسوي اللي بدي اسويه ما رح تذوقيني اياها. لا هي خالصة. اوكي. هلا رح نزينها ببقيه الشعيريه لان حطيتها. هيها في هون الشعيريه اذا بدك. يا حاضر. رح نحط هيها. هانيا بدي اسال سؤال حبيبتي. على فكره نعم. بنقدر هلا نحطها وتتصور وهي مقطوعه جزء منها؟ بنقدر طبعا. يعني شايفين كيف مبتكره تمارا؟ لا بتعرفي انت بقدر ادوقها صح؟ تقدري طبعا. ما هو فيش يعني بخاف هلا. طبعا عشان هي بس تدوق. هي بدها تدوق عشان تحكي لكم اذا هي زاكيه او مش زاكيه صح؟ يعني هلا طريقه تمارا. بعدين رح نحط عليها بتشتش القلب الاناناس. والله الصراحه. وفي نعنع رح ينحط في الموضوع. نعم هلا بنحط. جوعت جوعت. بقول لك افطري. قال افطري وتعالي. والله تمارا انك انت نغشه صراحه حبيبتي. انا طبعا ما بتعرفوا صايمه لحالها. رح ازينها بشويه هذا البلاك بيري. هاي هيك خلص. هيك الوصفة صارت مكتملة. شو رأيك أرهيك شوي بالبرياني وتاخديها؟ أنا هلأ بدي أسكب البرياني. صحيح. طيب نقدر نحط هيك حواليها نعناع أو نحطه هيك. يلا أوكي.